احتفلت منطقة السويري بمديرية تريم بحضرموت بالمهرجان بزفاف 70 عريسا وعروسا في مهرجان التيسير 11، وجرت مراسيم عقد القران بعد أداء فريضة المغرب بعد أن تم زف العرسان عصرا على أنغام رقصتي الشبواني والزربادي الشعبيتين من أمام مدرسة السويري للبنين إلى ساحة الملعب، حيث اعتلى العرسان حينها على منصة التيسير والتي تم تشييدها خصيصا للمناسبة. وفي الاحتفال الخاص بالمناسبة هنأ وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي كافة العرسان وأهاليهم وأبناء المنطقة بالزواج المبارك، ناقلا لهم تحيات السلطة المحلية وتهانيهم بعيد الأضحى المبارك. بدوره ثمن عاقل حي السويري طالب بن شملان جهود لجنة التيسير وكل اللجان العاملة على جهودهم المضنية والمتواصلة في سبيل إنجاح الزواج الجماعي، كما شكر الأهالي على التزامهم بعدم إطلاق النار في الأفراح للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع. ما تشهده تريم وبالذات من مسألة اللجان الزواجات الجماعية ومنها هذه المنطقة يعكس صورة رائعة، نقول عن طريق هذه الروح نستطيع إدارة حضرموت وخلق مشروع نهضوي لحضرموت بهذه الروح الجماعية وبهذا العمل الرائع. الزواج الجماعي هو ظاهرة اجتماعية وظاهرة أيضا ثقافية وظاهرة أيضا روحية، وهي ظاهرة اجتماعية تجسدت فيها روح الألفة وقيم التطوع التي تبدو واضحة من خلال ما يقوم به أفراد اللجان الميدانية، سواء كان في عمليات الفرش أو عمليات تقديم الماء أو تقديم الطعام أو تقديم الخدمات بشكل عام، وفي على شقين في جانبها الرجالي وفي الجانب أيضا